السلام عليكم اصحاب البي ام. انا ما اكثر الاسئله شيوعا في الشهاده. عندنا حل المعادله، هذا دائما يضحك هذا السؤال. عندك اكس زائد 3 في 2 اكس زائد 5 يساوي 0. هنا واش راح دير؟ بكل بساطه تروح دير له اما او. واش معناتها اما او؟ تروح دير اما هذا القوس زائد 5 يساوي 0، او هذا القوس 5 زائد 3 يساوي 0. بهذه الطريقه راح تضمن تدي على الاقل نقطة في هذا التمرين. واش راح دير؟ تدي 5 ملي هي وش يولي راه موجب، يولي لنا سالب ناقص 5 اكس ماذا يساوي؟ ناقص 5 على 2. بسيطة، هذا كان موجب يولي سالب، هذا كان ضرب تولي قسمة. بكل بساطة عندي اكس زائد 3، 3 كي نديهم ليه وش يولي؟ ناقص 3. وبهذا الشكل هادو هما الحلول تاع المعادلتين. نشوفوا مثال ثاني. عندنا اما 3 اكس زائد 12 يساوي 0، او طرف هذا 2 اكس يساوي 0. تبع معايا، ندو 12 من هنا واش تولي لي؟ 3 اكس ناقص 12 اكس واش يساوي؟ ناقص 12 على 3. نقدر نحسبوها مع كالكولاتريس تعطينا ناقص 4. هنا اكس واش يساوي؟ صفر قسمة 2، صفر قسمة 2 هو الصفر. حاب يقول اكس تاعنا هو اما ناقص 4 او صفر. هذا السؤال جامي تخليه فارغ، مام اذا ما فهمتش اسئله اللي قبله روح ديرو باسكو ساهل بزاف. سلام.